والآن ننتقل إلى مراسلينا من العريش. انضم إلينا مباشرة الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، وأيضا تنضم إلينا الزميلة جرمين إبراهيم من الحديقة الدولية من القاهرة. وأبدأ معك رامي، حدثني عن الأجواء لديك في العريش والاحتفاء بذكرى 6 أكتوبر في اليوبيل 50. تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة العريش الباسلة بمحافظة شمال سيناء، حيث الاحتفال والاحتفاء بمرور الذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة. لو تحدثنا عن هذه الحرب والاحتفاء بها هنا تحديدا من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، هذه المحافظة التي تحتفي أكثر من مرة بأكثر من عيد، اليوم عيد حرب أكتوبر، وأيضا عيد النصر، وأيضا في 25 من إبريل عيد تحرير سيناء. أما عن الاحتفاء هنا في هذه المحافظة جاء في عدد من الأشكال، بدأ بالأمس بوضع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء كليل الظهور على قبر ونصب التذكاري للجندي المجهول. هذا الاحتفاء بدأ بالأمس، أما عن اليوم والأيام المقبلة هناك عدد من الافتتاحات. جاء شكل الاحتفاء والاحتفال في محافظة شمال سيناء في شكل افتتاحات تنموية، وأن تكون هذه المحافظة شاهدة على عملية العبور من رفض الهزيمة إلى الانتصار، وأيضا على العبور إلى العمل والتنمية والبناء من خلال العديد من الافتتاحات والمشاريع، منها اليوم افتتاح لمسجد السبيل بمنطقة السبيل هنا بمدينة العريش، وأيضا افتتاح لعدد من المحال التجارية والمخابز هنا وفقا لاحتياجات المواطنين، وأيضا تسليم عقود وأيضا قص الشريط لعدد من العمارات السكنية. إذا تحدثنا عن 10 عمارات سكنية قامتها المحافظة هنا للأهالي والمواطنين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وهناك العديد من الافتتاحات والمشاريع خلال الأيام المقبلة سواء في مدينة بئر العبد أو الشيخ زويد. المحافظة هنا جاء الاحتفاء في خلال هذه المشروعات، وأيضا هناك الإعداد لحفل كبير مساء اليوم احتفاء بهذه الذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة. عودة إليك. نعم، إذن مشاهد مختلفة من الاحتفاء، وأنتقل للزميلة جرمين إبراهيم. جرمين، ماذا عن الصورة لديك؟ نعم، بعد التحية نتابع معكم من داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر، والتي فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين بالمجان لمشاركتهم الاحتفالات بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. هذا القرار الذي جاء في إطار مشاركة قطاع الحدائق المتخصصة ومحافظة القاهرة المواطنين الاحتفالات بعيد النصر، وباعتبارها الوجهة الأولى المفضلة للمواطنين في مختلف الأعياد والمناسبات. هذا إلى جانب أكثر من 20 حديقة متخصصة في محافظة القاهرة، وأيضا عدد من الحدائق التابعة لهيئة النظافة والتجميل بأنحاء الجمهورية. الحقيقة أنه هذا القرار بدأ من الساعة 8 صباحا عندما فتحت الحدائق أبوابها لاستقبال المواطنين، ويستمر حتى منتصف ليل اليوم. إذا تحدثنا عن الحديقة الدولية والتي نقف بها الآن، فهناك إقبال كبير من المواطنين للاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، وخاصة أن هذه الحديقة تعتبر من أكبر الحدائق الموجودة في محافظة القاهرة على مساحة تتجاوز 55 فدانا، وبها عدد كبير من الأنشطة يستطيع المواطن أن يتمتع بالمساحات الخضراء، إلى جانب أماكن كثيرة للجلوس والركض، وأيضا التمتع بالأجواء والجو المعتدل. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. إذن هي أجواء احتفالية في كل ربوع مصر بهذه الذكرى. أشكرك، شكرا جزيلا جرمين إبراهيم من الحديقة الدولية من القاهرة، وأيضا أشكر الزميل رامي محمد من العريش، كنتما معنا في إطار الاحتفاء بذكرى حرب 6 أكتوبر.